توقعات الجمعة الموافق 16 فبراير 2024. الصباح ده هيبقى بيحصل تغير للقمر لما تبقى بتتشكل الشمس في برج الدلو، هتبقى بتشكل مربع مع القمر وهيبقى بيدخل في برج السور. هيبقى في موضوع بيخص أزمة معينة بتحيط بينا في أي مرحلة من مراحل القمر. هنبتدي نحس بأننا مضطرين أننا ناخد قرارات وإجراءات لازمة، هيبقى واعيين أكتر عشان نعرف نتكيف ونعرف نتأثر بأفعالنا مع الأشخاص القريبين مننا، ممكن يبقى من خلال تجربة أو غلط. في مشاريع كتير وفي مبادرات واضحة هتبتدي حول القمر الجديد، وهنبقى من الأفضل نبعد عن الأرض ونواجه أول عقبة ممكن تبقى في طريقنا. هيبقى عندنا شوية توتر، شوية صدام، شوية خلاف، لكن أيضا الوقت مناسب إن طاقتنا تبقى عالية وتحفيزنا يبقى كبير ونمونا واضح. هينهي كوكب الزهر عبوره للجدي لغاية ما يدخل لبرج الدلو، هيستمر لغاية 11/3. هنبقى متجهين لكتير من التقليدية والاستقلالية والحرية في علاقتنا الاجتماعية. في تأثيراتنا دي هتبقى عندنا علاقات تجريبية وغير تقليدية، هيبقى عندنا مساعي مثيرة جدا للاهتمام، هنسمح لبعض الأشخاص بالحرية التعبير الكامل في أنهم يعاملونا بشكل عادل ومن غير أنانية. هنتجه لأذواق مختلفة واهتمامات متغيرة. هيبقى بيتجه كوكب الزهرة نحو ارتباطنا مع بلوتو، هنكون حابين ننمو ونتغير ونتكثف في كل علاقتنا. وقتنا مناسب لو مشاعرنا شديدة واتصالاتنا قوية، هنبقى بنتأثر بالأشخاص اللي حوالينا وهنكره التلاعب اللي ممكن نبقى بيواجهنا. الوقت ده هيبقى مناسب عشان نركز فيه على كل الحاجات اللي احنا مش بنصدقها.